وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، فمصر كان المفروض تجمع 2 مليار دولار قبل نهاية شهر يونيو اللي فات من بيع طبعاً بعض الشركات في إطار خطة أطروحات الحكومية، لكن ده ما حصلش. فيا ترى إيه الأسباب وإيه اللي معطل بيع أسهم الشركات اللي مصر أعلنت عن بيعها لتغطية الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة؟ وهل ممكن ده يأثر على أزمة نقص العملة اللي بتعاني منها مصر في الفترة الأخيرة؟ هنعرف كل ده طبعاً وأكتر، ولكن بعد الفاصل، فتابع الفيديو معانا للآخر. بانكير، نبض البنوك. الحكومة كانت بتعول بشكل كبير جدا على برنامج أطروحات الحكومية لسد جزء من الفجوة التمويلية الدولارية اللي نتجت عن تداعيات اللي بيحصل في أوكرانيا. وفقا لتصريحات رسمية لوزير المالية الدكتور محمد معيط، كان من المخطط ان الحكومة تجمع حوالي 2 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو، لكن الهدف ده ما تحققش. رغم ان مفيش اسباب معلنة لحد دلوقتي، لكن معلومات بنكير بتشير الى ان الاسعار اللي وصلت للشركات المعروضة مش هي القيمة الحقيقية اللي تباع بيها، وعلشان كده الحكومة قررت تتأنى شوية، خصوصا ان في انفراجة في ازمة الدولار ناتجة عن تقليل فاتورة الواردات في النص الاول من 2022، بالاضافة كمان لعدد من الاستثمارات المباشرة اللي تم الاتفاق عليها مع عدد من الصناديق الاستثمارية. يعني ببساطة شديدة، الحكومة عرضت شركات بعينها للبيع، لكن الثمن اللي اتعرض ما يسويش القيمة الحقيقية او القيمة الفعلية للشركات دي. وعلشان ما نبيعش الشركات بالخسارة ولا حد يستغل الزنقة بتاعتنا، الحكومة تصرفت في سيولة دولارية تمشي بيها نفسها وكمان تسد بيها التزاماتها لغاية ما تقدر تجيب سعر عادل للممتلكات اللي هيتم بيعها. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في فبراير اللي فات إن الحكومة هتطرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين، وللطرح العام كمان في البورصة المصرية على مدار عام حتى نهاية الربع الأول من 2024، وده طبعا في إطار برنامج الطروحات الحكومية. ووفقاً لوثيقة ملكية الدولة للأصول اللي أعلنت عن تفاصيلها الحكومة في ديسمبر الفات لتصحيح المسار الاقتصادي، من المقرر أن تتخرج طبعاً الحكومة من عدد كبير من الشركات لترك مساحة أكبر وأفضل للقطاع الخاص كأحد البنود المتفق عليها طبعاً بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل بقيمة 3 مليار دولار. ومن وقت الإعلان عن عزم الحكومة طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بوصول حصيلة الصفقات طبعاً إلى 2 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو. فطروحات اقتصرت على بيع 10% فقط من أسهم المصرية للاتصالات بقيمة 150 مليون دولار، بالإضافة طبعاً لبيع بنك مصر كامل حصته في شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين اللي الشركة إماراتية في صفقة بلغت قيمتها طبعاً 771 مليون جنيه 25 مليون دولار. خلينا نقول لحضراتكم، الحكومة ما أفصحتش عن صفقات تانية أو حتى إجمالي ما تم بيعه لغاية دلوقتي من أصل المبلغ المستهدف اللي بيبلغ نحو 2 مليار دولار من برنامج أطروحات الحكومية قبل نهاية الشهر اللي فات. كنت معاكم من بنكير، أنا عبد المنعم إبراهيم، وإلى اللقاء. بنكير، نبض البنوك.